بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الرأي الآخر. في مستهل الحديث أو في مقدمة الحديث، اسمحوا لي بس أن أنا أتكلم عن العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ. برنامج الرأي الآخر وكل العاملين بقناة الصحة والجمال ندعو كل أطياف الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، شيوخ ورجال، أطفال ونساء، بالنزول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. كلنا لابد أن نتصدر المشهد السياسي، لابد وأن نقول كلمة الحق، كلنا لابد وأن نلتف خلف قيادتنا السياسية والحكيمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي غير معالم الحياة السياسية منذ أن وطأت قدماه رئاسة الجمهورية، ولما لا فهو كبير العائلة المصرية، ولما لا فهو كبير العائلة المصرية. أيضا كل الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للإعلام في خطابها أمس في حث المواطنين على التدابير الاحترازية، الوقاية، ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي في الإدلاء بالأصوات، حث المواطنين لسير العملية الانتخابية. أيضا برضو بتقدم برضو في مستهل حديثي، طبعا حدث طبعا الأسبوع الماضي حادث انفجار بيروت في لبنان، تلك الحادث الذي هز أرجاء لبنان. طبعا نتقدم بخالص المواساة للشعب اللبناني في هذا الانفجار، وخالص التعازي لكل أسر الضحايا بلبنان. أيضا لا نغفل الجانب الإنساني من الرئيس الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكالة أنباء الشرق الأوسط كتبت وقالت: بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ترسل مساعدات عاجلة لدولة لبنان. أيضا لا ننسى أن نتقدم بالعزاء لأسر ضحايا مصر في وفاة انفجار لبنان، 2 من بنها مصر. أيضا أحب أن أهنئ أوائل الثانوية العامة بصعيد مصر، كل الفخر أن يكون من صعيد مصر سبعة أوائل للثانوية العامة. من جانب آخر، هنأ اللواء طارق الفيقي محافظ سوهاج أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة سوهاج، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بالطلاب وأولياء أمورهم، حيث هنأ سيادته الطالبة ياسمين أسامة رجب الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 410 درجة من مدرسة طحطة الثانوية بنات، كما هنأ الطالب جوزيف إسحاق عوض الحاصل على المركز الأول علم علوم بمجموع 410 من مدرسة جرجة الثانوية بنين، وهنأ كذلك الطالبة الزهراء عبد الله أحمد الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية بنظام الدمج التعليمي بمجموع 407.5 درجة مدرسة الشيماء الثانوية بمدينة سوهاج. في الحقيقة عايز أتكلم في حلقة اليوم عن أهم ملف في مجلس النواب، وهو ملف المصريين بالخارج. بس قبل ما أنا أدخل في الافتتاحية والمقدمة مع ضيفي معالي المستشار محمد عبد النبي عمارة، المستشار القانوني بالخارج وعضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أحب بس أن أذكر المادة ديت اللي هو اتكلم فيها في كل يعني في جرائد عديدة وفي صحف عديدة لما اتكلم وقال نجني ثمار التعديلات الدستورية. المادة 244 من الدستور 2019 المعدلة، حيث نص الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب، وهو ما يعتبر منتهن في أول فصل تشريعي 2020. اسمحوا لي أيضا أن أنا أرحب طبعا بسفير القانون، أحد الطيور المهاجرة للمصريين في الخارج، صاحب القلم الحر، قيمة وقامة في العمل القانوني والعمل الإنساني والعمل الحقوقي. أرحب بمعالي المستشار محمد عبد النبي عمارة، أيضا المستشار القانوني بالخارج وعضو الاتحاد العام للمصريين المقيمين بالخارج. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أول سؤال أنا أسأله المعاليك، المشرع المصري والمشرع الدستوري حين عدل المادة 244 وكيفية تمثيل المصريين في الخارج، تعليق حضرتك لما انت قلت نجني ثمار التعديلات الدستوريه، اتفضل مع المستشار. اسمح لي قبل ما نخش في الشرح التفصيلي للماده اهني ابنائنا الطلاب
أوائل الثانوية العامة وكل طلاب الثانوية العامة، وأقول لهم كمان إنكم هتتخرجوا من الجامعة إن شاء الله بعد 4 سنوات سوف تجدوا مشروعات عملاقة وإنجازات رائعة تم تنفيذها وسوف يتم تنفيذ المزيد منها بقيادة الزعيم الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا برضو كتبت مقال في هذا الأمر وقلت إنه زمن الإعلان عن افتتاح المشروعات العملاقة وليس زمن الإعلان عن التنفيذ، إنه الافتتاح الفوري للمشروعات، إنه حقا زمن السيسي. فبالنسبة لسؤال حضرتك، التعديلات الدستورية المادة 244، طبعا الدستور 2014 كان قال المصريين يتم تمثيلهم في برلمان 2015 لمرة واحدة. طيب استاذن بس مع المستشار، بس معنا مداخلة. اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تفضل يا معالي النايب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا معالي النايب. تأمرني معالي النايب، احنا بنتكلم النهارده عن ملف المصريين المقيمين في الخارج وكيفية تمثيلهم بعد تعديل المادة 244 من الدستور. لا، هو المصريين بالخارج هم جزء من المجتمع المصري وجزء لا يستهان به. هو قد يجوز حاليا دلوقتي يكون عشان موضوع كورونا مثلا عدد مثلا تقلص شوية، لكن من ضمن مكونات المجتمع المصري الكثير ما يصل إلى أكثر من حوالي 10 مليون مواطن مصري بيعملوا في الخارج، وده بيمثلوا نسبة كبيرة من الدخل القومي وبيمثلوا نسبة كبيرة من دخل العملات الأجنبية. اللي واجب علينا ان هؤلاء هذه النسبة لابد لها ان تمثل في البرلمان المصري. برلمان 2014، دستور 2014 يعني قال على نفسه ان يمثل جميع طوائف المجتمع من المعوقين والعاملين بالخارج والعمال والفلاحين وما شابه من الخمس فئات اللي احنا نعرفهم، والمسيحيين وذوي الاعاقه. كل هؤلاء مثلهم دستور 2014، ودي لاول مره تحدث في تاريخ مصر ان هؤلاء نص على تمثيلهم من خلال نظام الكوتا وبشكل لابد منه. ليه؟ لان حرص على ان يمثل فيه كل طوائف المجتمع. كل طوائف المجتمع كان من ضمنهم العاملين بالخارج، ودي زي ما بنقول نسبة لا تنسى، نسبة كبيرة قد تصل في الأيام العادية إلى حوالي 10% تقريبا من المجتمع كله بيطلع بيكون بره في الخارج. ولذلك احنا النهاردة لما يعني بدأنا بننظم عملية العاملين بالخارج، بدأنا نقول ان هم لابد، طب هيتعمل انتخاباتهم ازاي؟ هل قضاة؟ هل ناس من وزارة الخارجية؟ كيفية تمثيلهم ازاي؟ كيفية ادلاء باصواتهم ازاي؟ المسافات اللي بينهم وبين الاماكن دي ازاي؟ اعتقد ان كل الانتخابات عن الاخرى بيتم فيها تقديم بعض الحلول الميسرة للادلاء بالاصوات، لدرجة انها اخر مرة احنا يعني في الانتخابات الحالية احنا كنا بنقول كل واحد عاوز يجلس صوته بره يأيد نفسه ويختار الوسيلة اللي هو هيتواصل بيها مع مين؟ مع ان غرفه العمليات اللي موجوده في كل دوله. طبعا احنا الدول العالم كثيره ومنتشره بتزيد عن ال 140 دوله على مستوى العالم. نعم يا فندم؟ معاك يا فندم، اتفضل يا معالي النايب، اتفضل. بتزيد عن 140 دوله، احنا دلوقتي في كل دول العالم اللي فيها بتمثل فيها مصر بسفاره او بقنصليه هناك، بدات فتحت من فتره من حوالي 10 15 يوم الابوابها لتلقي رغبات اللي هيدلوا بالاصوات، وهو كل واحد بيحدد كيفيه ادلاء صوته سواء بالنت سواء بالكمبيوتر سواء بالبريد العاجل ما شابه من هذا القبيل. طب يا معالي النايب، سياده اللواء ممدوح مقلد، احنا معانا في حلقه اليوم المستشار القانوني بالخارج وعضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج المستشار محمد عبد النبي عماره. هو حابب بس يوجه سؤال لمعاليك. تحت امره اتفضل. لا، هو مش سؤال يعني، هو طبعا تطبيق لكلام سياده اللواء النائب. هو فعلا الدستور المشرع تدخل وعمل التعديلات الدستوريه في 2019 تطبيقا لنفس الكلام اللي بيقوله معالي النائب دون، بما يتوافق مع طبقات المجتمع من التمثيل الدائم والملائم للمصريين في الخارج. 2014 مظبوط، فعدله في 2019، والتعديلات الدستوريه نحن اليوم نجني ثمارها
ليه؟ لأنها بناء على التعديلات دي هيتم التمثيل الدائم والمستمر في المجالس النيابية للمصريين في الخارج، وبناء عليه أصبح المصريين في الخارج صوت مسموع داخل مجلس النواب، وبالتالي هيتم ربط هؤلاء المصريون والنسيج الكبير اللي يزيد عن 12 مليون مصري بالخارج بالنسيج المجتمع من الداخل وربط المقيم بالوطن الأم. ده تطبيع لكلام معالي اللواء يعني، فهو فعلا المشرع، وان كنت انا احس ادعو المشرع لزياده هذه النسبه بدل من 8 مقترح. ويدعو ان النسبه تزيد الى 15 عضوا، وادعو المشرع ايضا لتغيير اللائحه الداخليه لمجلس النواب ليكون لهم لجنه خاصه بهم كمشابهه لجنه الصحه والرياضه لجنة وهكذا الصحة. فبالتالي حتى يتم ربط المواطن المصري المقيم في الخارج والمساعدة على استقراره اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا مما ينعكس على المجتمع المصري ككل. ليه؟ لأن ال 12 مليون دول وراهم حوالي لا يقل عن 12 مليون أسرة، وبالتالي لا يقل عن 30 أو 35 مليون مصري. فاستقرارهم واستقرار هذا النسيج والقطاع الكبير من المجتمع المصري، وهيكون ده دور النائب البرلماني الموجود في مجلس النواب انه يكون همزة الوصل وسفير لهؤلاء المصريين جميعا حول العالم، وليس نائب فقط لدائرة معينة أو ظهير سياسي معين، لا، ده هيكون يمثل هؤلاء ويتدخل حسب ثقافة كل دولة مقيم فيها المصري، ويتعامل بحساسية حتى يشيل عن كاهل الدولة هذا الملف الحساس والكبير اللي الدولة بتعطيه كل اهتمام وبالغ وأهمية بالغة جدا. فده تطبيق لكلام معالي اللواء. طيب مش سؤال يعني، نضم صوتنا لصوت معالي المستشار محمد عبد النبي عمارة، لكن أشكر السيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي. طيب بعد إذن معالي المستشار ناخد المكالمة ديت. الدكتور أحمد رضوان مساعد رئيس حزب حماة وطن، تفضل يا دكتور. أهلا وسهلا. الاول انا وسهلا بك. الاول يا معالي الدكتور، احب بس ان انا اسال حضرتك بس يعني سؤال عابر، كيف ترى العرس الديمقراطي اليوم في مصر في الانتخابات مجلس الشيوخ؟ انا شايف ان ده انتصار لتوجه الدوله، ان احنا ابتدى يبقى عندنا اكتمال للشكل التشريعي بصفه عامه في مصر. زي دول العالم الكامل بقى عندنا مجلسين، مجلس شيوخ ومجلس نواب. ده بيكمل الصوره التشريعيه في مصر وبيساعد المشرع على اصدار القوانين اللي ممكن تساعدها في تحسين حاله المواطن والنمو الاقتصادي. طيب وده اللي بيتفق مع سياسه الدوله. طيب دكتور احمد، برضو حابب ان انا يعني استغل برضو الحلقه، احنا بنتكلم عن ملف المصريين المقيمين في الخارج. تمام. دور الاحزاب في مسانده يعني المقبلين على انتخابات مجلس النواب اللي هم بيحملون ملف المصريين في الخارج وكيفيه تمثيلهم. تعليقك يا دكتور احمد. انا هتكلم عندي كحزب، احنا عندنا لجنه كامله. تمام. مهمومه او دراستها بالمصريين في الخارج. بنجهز الملف، احنا طبعا زي ما انت عارف في 8 مقاعد في مجلس الشيوخ دلوقتي للمصريين بالخارج. متوقع ان يكون عدد المقاعد في مجلس النواب اللي جاي للمصريين بالخارج اكثر، وده المتوقع. فانا شايف ان بقى في تمثيل. طبعا هم قوه وكتله تصويتيه لا يستهان بيها، لان عدد المصريين في الخارج 12 مليون يا فندم. بيساندهم في الداخل بالظبط 10 مليون. واللي بيدخلهم واللي بيساندهم في الداخل فهي كتله تصويتيه. الناس دي موجوده بره مصر وبتساند مصر، سواء بتحويلاتهم سواء بمشاريعهم او سواء بموقعهم بره او بالدفاع عن عن الصوره المصريه في وقت معين كنا احنا موجودين فيها. عندنا في الحزب مشكلين لجنه، واللجنه دي بتتابع كل وعلى اتصال بكل الاسماء اللي هتكون موجوده في مجلس النواب او عايزه ترشح نفسها في مجلس النواب، وبنتابع الوضع عن كثب يعني. تمام. طيب اشكر الدكتور احمد رضوان مساعد رئيس حزب حماة وطن. نرجع تاني لمعالي المستشار، نكمل التعديلات الدستوريه وكيفيه جني ثمارها في الوقت الحالي. هو طبعا المشرع لما تدخل في 2019 لتعديل هذه الماده، فالماده ما اقتصرتش فقط على المصريين في الخارج، لا، بالنسبه للمسيحيين والشباب وذوي الاعاقه،
وبالتالي اصبح لهم. فجت بعد كده الماده 5 من قانون مجلس النواب ووضحت التمثيل الحقيقي للنواب فيما يخص المصريين في الخارج، وهم القائمه 100 فيكون لها 3 مرشحين، القائمه 42 يكون لها مرشح واحد. وبالتالي المشرع في تعديلاته الدستوريه اراد ان يبعث برساله تدل تشير ان اهتمامه البالغ بالمصريين في الخارج وما يمثله يمثل هذا العدد من اهتمام المشرع. وبالتالي التعديلات الدستوريه كان لها نتائج، هتكون لها نتائج رائعه ومثمره في مجلس النواب 2020. وما يقابل هذه التعديلات طبعا انا اعتقد ان دور النائب اللي هيمثل المصريين في الخارج لابد ان يتوافق مع هذه التعديلات ومع رؤيه وهدف المشرع من هذه وغرضه من هذه التعديلات، ان يكون النائب البرلماني الجديد اللي بيخش يدخل المجلس حاملا ملف المصريين في الخارج على وعي وفهم بكيفيه التعامل مع هذا الملف الشائك المرتبط بعده وزارات، منها وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، وزاره القوى العامله والهجره، وزاره الاستثمار والتعاون الدولي، ووزاره التعاون الدولي ووزاره الاستثمار، كل دي ملفات شائكه للمصريين في الخارج. ناهيك على ان يكون على درجه كبيره من الوعي بملف الاستثمار وعرض فرص الاستثمار على المستثمرين المصريين المقيمين في الخارج. ناهيك ان يكون على وعي كامل بملف الهجره غير الشرعيه. ناهيك عن ان يكون على وعي بورش التثقيف القانوني طيب للمصريين في الخارج. طيب استاذن مع المستشار اتصال هاتفي السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اتفضل مع المحافظ. يا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، انا بس انا عايز اسال بس حضرتك سؤال واحد بس، كيفيه استعداد المحافظه للانتخابات مجلس الشورى في محافظه سوهاج؟ يعني هو الحقيقه خدت المحافظه خدت كل الاجراءات الكفيله في تيسير التصويت للناخبين وتامين الناخبين والقائمين على العمليه الانتخابيه نفسها، سواء بقى من بدانا من بدري تطهير اللجان والشهادات بتاعتها، بالاضافه لان تعيين فرد او مراقب من مديريه الصحه امام كل لجنه، التنبيه على الناخبين بالالتزام بالكمامات، توفير كراسي متحركه لكبار السن وللمعاقين. الحقيقه يعني عملنا كل الاجراءات للتيسير على الناخبين ان شاء الله يعني. طيب مع المحافظ، كيف ترى مصر اليوم في عرسها الانتخابي؟ الحقيقه يعني الدوله كلها فعلا زي ما انت قلت في عرس النهارده في الاستحقاق الانتخابي، وعملنا كل التيسيرات اللازمه، وان شاء الله باذن الله اتوقع ان هيكون في نسبه تصويت عاليه ان شاء الله، والمؤشرات كلها بتقول ان بدات فعلا اللجان دلوقتي تحقق نسب معقوله جدا في سوهاج، وسوهاج من المحافظات المعروفه دائما انها من المحافظات اللي بتشارك بقوه في الانتخابات او في كل الاستحقاقات الدستوريه. طيب مع المحافظ، احنا يعني باستاذنك احنا بنكرم طبعا اوائل الثانويه العامه في محافظه سوهاج، الاثنين طالبات وطالب، بنستاذن بس معليك ان احنا هنكرمهم وهنبعت بس مندوب يعني من البرنامج من عندنا ان يسلم بس الشهادات بتاعه التقدير دي لديوان عام المحافظه المعاليكم ان شاء الله باذن الله. يمكن احنا قمنا فعلا بتكريم الاوائل العلمي شعبة العلوم عندنا الاول الاثنين اول مقرر، وبالاضافه للاولى على الجمهوريه دمج برضو، دول اللي كرمناهم بالفعل في المحافظه، وان شاء الله باذن الله في الخطه ان شاء الله القريب العاجل هيبقى في تكريم لاوائل المحافظه ان شاء الله باذن الله. نشكر معالي المحافظ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، القياده الفذه والتنفيذيه في محافظه سوهاج، والاب الروحي والانساني لطلاب الثانويه العامه بمحافظه سوهاج. شكرا معالي المحافظ. ارجع لاهم سؤال، بعيدا عن ملف المصريين المقيمين في الخارج وبعيدا عن كونك مستشارا قانونيا بالخارج، اهم رساله موجهه للشعب المصري وللقياده السياسيه الموجهه في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الممثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أنا أولاً بالنسبة لهذا الأمر، أولاً أثمن على دور الاتحاد العام، أولاً الاتحاد العام للمصريين في الخارج ولجانه المشرفة على الانتخابات في يومي الأحد والاثنين، وأقول لهم شكراً، أشكر المصريين أنهم صوتوا وأدلوا بأصواتهم بالبريد السريع لأول مرة. ثانياً الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وأشكر وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. هذا بالنسبة ليومي الأحد والاثنين.
اما بالنسبه لليوم وغدا فاقول للمصريين انزلوا اطلبوا اصواتكم بمنتهى الحريه وبمنتهى الارتياحيه، لان رجال الشرطه مؤمنين الانتخابات، فاليوم عرس انتخابي زي ما قلت حضرتك، وارجوكم يؤدي ذلك الى استكمال المؤسسات الدستوريه، والضلع والجناح الاخر من المؤسسات الدستوريه سوف يكتمل، وسوف يكتمل ايضا بانتخابات النواب 2020. وده ان دل يدل كما على شيء بسيط في غايه البساطه كما وعد به فخامه الرئيس انه هيبني الدوله دستوريا وقانونيا والفرستراكشر اللي هو البنيه التحتيه. وبناء عليه فالمصريين دلوقتي عندهم يحتفلوا بعيدهم الاستكمال المؤسسات الدستوريه للدوله، وده ان دل يدل على ان الدوله ماشيه في الاتجاه الصحيح تحت القياده السياسيه. من ناحيه المشروعات العملاقه اللي بتم افتتاحها كل يوم، من ناحية دولة من غير مؤسسات دستورية بيكون فيها شيء ناقص، وبناء عليه فالدولة دلوقتي تكتمل جميع أركانها. فبناء عليه فأنا أعتقد أن ده الدولة تمشي في الطريق الصحيح، وأعتقد استكمال المؤسسات الدستورية ده شيء رائع، واستكمال الهياكل التنفيذية للدولة ده شيء جميل. الوضع الائتماني للدولة في الوقت الراهن في وضع كورونا واهتزاز جميع اقتصاديات الدول في العالم، مصر محافظة على الوضع الائتماني ليها، فده شيء أروع. وانا اعتقد الحمد لله فده بالنسبه لسؤال حضرتك، فده الدوله الحمد لله متماسكه وتحت القياده السياسيه الرشيده يعني. طيب باعتبار حضرتك مستشارا قانونيا بالخارج وممثلا وعضوا بالاتحاد العام للمصريين في الخارج، يعني عند عرض نزاع او المنازعات او القضايا التي تطرح عليكم من قبل المصريين في الخارج، كيفيه حل تلك القضايا والخروج منها؟ هو ده سؤال ممتاز جدا. ليه؟ أنا ببص له من الرؤية القانونية كرجل قانون. أي مشكلة بتحصل تحدث لأي مقيم في الخارج بيكون لها عدة شق، يا إما شيء جنائي جاني ومجني عليه، يا إما شق مدني، يا إما شق عمالي، يا إما شق متعلق بالهجرة. فلو كان جنائي وجاني فده في سلطة التحقيق في الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وبيتابع الاتحاد ووزارة الخارجية معا. وإذا كان مجني عليه فبتابع أيضا وزارة الخارجية والأمين العام للاتحاد في الدولة التي وقعت بها الجريمة، ويتم الحصول على التعويض وعودة حق المجني عليه. إذا كان مدني أيضا بتتابع وزارة الخارجية متمثلة في القسم القنصلي مع الأمين العام للاتحاد في الدولة. إذا كان متعلق بالقضايا العمالية دي بتكون متعلقة طبعا بقوانين العمل في الدولة التي يعمل بها المصري المقيم فيها. ودي طبعا لو الموضوع وصل فيه ضياع حقه فبيلجأ للسفارة والاتحاد في نفس الوقت، وبتدخل الدولة عن طريق ممثلة في وزارة الخارجية القسم القنصلي ومستشار العمالي والاتحاد العام للمصريين على الممثل في الأمين العام في الدولة التي وقع يعمل بها العامل. أما الهجرة فدي مشاكل متعلقة بالهجرة، إما انتهت إقامته أو ما جددش إقامته، فدي مشاكل أيضا بيصفر عنها أن بيتدخل الاتحاد وبتتدخل وزارة الخارجية وبتحاول تعيد المصري أو تعمل إعادة تسوية للكيس بتاعته مع إدارة الهجرة في الدولة المختصة. ده بالنسبة للمشاكل عموما التي بتقابل المصري في الخارج، يعني محصورة في عدة في الأربع قضايا دول أو الأربع أشياء اللي أنا ذكرتهم لحضرتك دول. طيب جريدة أسرار المشاهير، يعني قريت خبر ليها امبارح، طبعا كتبت طبعا الكاتبة الصحفية المرموقة الأستاذة نوى شكري نائب رئيس تحرير جريدة المشاهير، مظبوط، ورئيس تحرير برنامج الرأي الآخر، اتكلمت عن دور النائب البرلمان القادم الذي يمثل المصريين في الخارج، واتكلمت عن توجيهات رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج. أهم النقاط التي أثيرت في تلك المقالة؟ هو طبعا أنا تلقيت مكالمة من الأستاذة نوها، طبعا ده شيء كويس إنها كانت بتعمل سيرش عن الاتحاد، ولما لقيته الاتحاد بيتردد بشكل كبير جدا، وقالت لي إن أنا اسمي بيتردد مربوط بالاتحاد في أكثر من مقالة أنا كتبتها قبل كده يعني. فقالت لي إحنا بنعمل حلقة عن الاتحاد وكده وعلاقة المصريين بالخارج وملف المصريين، وبصفة إن أنا كتبت في هذا الأمر فممكن حضرتك نعمل معاك تصريح؟ فقلت لها أوكي. فبناء عليه كان الاتحاد بدور، انا زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، دور النائب البرلماني اللي هيمثل المصريين في الخارج دور حي وحساس جدا ومهم. ليه؟ لابد هو يكون على وعي وفهم بهذا الامر جيدا، فلابد ان يعي ان هذا الدور دور همزه الوصل والربط بين المصريين بالخارج ووطنهم الام، ولابد ان يعرف ان الدوله تعطي هذا الملف اهميه كامله جدا. لابد ان يجيد فن التعامل مع الوزارات المختلفه بدلا من الخارجيه زي ما ذكرت، والداخليه والتعاون الدولي والاستثمار. لابد يكون عنده في ذهنه ورش عمل
للمصريين في الخارج في العواصم التي يعملون بها. ورش عمل عن ايه؟ عن المستجدات في القانون، مستجدات في قانون الاستثمار، وفرص الاستثمار المتنوعه في مصر بالنسبه لرجال المصريين، حتى العرب او الفورنرز. فكل ده عوامل متداخله مع بعضها وشائكه، لابد ان يكون في ايد النائب البرلماني واعي بملف المصريين بالخارج. دي ناحيه. الناحيه الثانيه، النائب انا انتقد الدور البرلماني للنائب اللي هيمثل مصر المصريين في الخارج، لابد يكون تعايش مع الناس دي وعرف مشاكلهم ايه وحياتهم ازاي وكيف يتعامل بطريقه متفقه مع ثقافاتهم في البلدان التي يعيشون. استاذن مع المستشار محمد عبد النبي عماره، مداخله تليفونيه للواء اشرف عطيه محافظ اسوان. اهلا وسهلا، اتفضل مع اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين جميعا. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. هو السؤال المعتاد اللي انا عايز بس اطرحه على حضرتك، استعدادات محافظه اسوان للعرس الانتخابي اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ. انا اشكرك على لفظ العرس الانتخابي، لان دي حقيقه فعلا، واحنا يعني احنا من بدايه التوقيتات ما اعلنت واحنا بنستعد بشكل جدي جدا. عندنا 255 لجنه وثمان لجان عامه، واحنا طبعا اخذنا هذا الامر بجديه كامله، واهتمينا جدا بالمرور على اللجان، واطمنا على الاجراءات الاحترازيه بشكل فعال جدا، عشان طبعا لازم نكون واضحين في هذا الامر ان احنا لسه لحد الان في جائحه موجوده، ولكن في عندنا استحقاق لازم يتم. والحمد لله تم المرور وتم التدعيم لكل اللجان بما يتناسب معاه مع كل لجنه. وبنشكر طبعا يعني السيد برضه وزير التربيه والتعليم، الناس مهتميه جدا جدا، المجتمع المدني معانا ومهتم جدا، كل عناصر التامين قايمه بدورها بشكل محترم وفعال. النهارده كنت انا موجود ومريت على عده لجان، بقالنا فتره من اكثر من اسبوع واحنا فعلا بنمر على كافه المستويات، سواء رؤساء مجالس المدن او الاحياء، وبالتالي نواب المحافظ، وانا شخصيا مريت. والنهارده كان المرور كان عرس فعلا زي ما انت قلت كده حضرتك، عرس انتخابي محترم جدا بيتعمل، وفي وعي من المواطنين، والناس مهتميه ولابسين الكمامات بشكل محترم. وبرضه كنا عاملين حسابنا برضه بكل لجنه بان في برضه كمامات اضافيه موجوده لاي موقف من المواقف. بالتالي برضه كنا جاهزين فيما يخص المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن والسيدات، يعني اهتمينا كل صغيره وكبيره على اساس ان احنا ما نتفاجئش بموقف. جبنا برضه تأمينا للجان، جبنا برضه مولدات كهربائيه احتياطيه طبعا لو حصل انقطاع مفاجئ للكهرباء. مرفوعه درجه استعداد المحافظه، والموجود يعني عندنا غرفه عمليات فيها من الداخليه والقوات المسلحه وكل العناصر المعنيه بهذا الموضوع. رافعين درجه الاستعداد للمستشفيات وهيئه الاسعاف، واخدين اجراءاتنا كامله، وان شاء الله يبقى عرس انتخابي محترم. ونقول للمواطن يعني انزل وشارك وربنا يوفقك، لان احنا بنختار النهارده يعني عضو مجلس شيوخ، ومجلس الشيوخ النهارده بقى له يعني نقول مهام محدده وبقى له دور كبير في الحياه السياسيه، فبالتالي بنختار النهارده الاعضاء بتوعنا هيقعدوا معانا 5 سنين، فلازم نختار بعنايه، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا جميعا لاختيار الاصلح ان شاء الله، ويبقى فعلا استحقاق مهم جدا تم من الدوله المصريه. طب معالي المحافظ، يعني حابب ان انا اسال حضرتك سؤال. شكل السياحه في اسوان حاليا هل تغير في هذه الفتره عن العهد السابق، ولا يعني السياحه ابتدت تشتغل في اسوان ولا لسه؟ لا، هو طبعا في السياحه الداخليه موجوده مفيش مشكله، ولكن طبعا احنا حاليا في فصل الصيف، والجو طبعا مش يعني احنا عندنا البدايه المفروض ان احنا هنبدا من 1/9 نبدا ان شاء الله نفتح السياحه الخارجيه، ولكن لازم برضو نكون عارفين ان الجو عندنا حاليا دلوقتي هو فتره صيف، والصيف طبعا هنا عندنا في اسوان الناس كلها بتعلم يعني الصيف بيبقى شويه قاسي شويه،
فاكيد طبعا درجه الحراره بتبقى عاليه، ولكن ده احنا في الفتره دي بنستغلها للاستعداد ان شاء الله لاستقبال ان شاء الله بعد كده الفتره القادمه للسائحين من كل الجهات، يعني سواء في مجال السياحه وكل بقى الاتجاهات بقى الفنادق والداخليه وكل ما بيخدم على الـ على الـ على السائح من المعابد والمتاحف والحناطير، كل الصغيره والكبيره تخص السائح. فبالتالي احنا حاليا في فتره استعداد بقى لنا فتره كبيره، وكنا قلنا فرصه ان احنا نستعد لاستقبال السائح اعتبارا من 1/9 ان شاء الله القادم ان شاء الله. طب معالي المحافظ، احنا معانا في الحلقه المستشار محمد عبد النبي عماره، المستشار القانوني بالخارج وعضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج وحامل ملف المصريين في الخارج في مجلس النواب 2020. هو حابب بس يسال سؤال لمعاليك، اساله يا باشا. لا هو لا اهلا بيك، ازيك سياده اللواء؟ هو مش سؤال يعني. طيب هو يعني ان شاء الله بالنسبه للعرس زي ما قال الاستاذ اسعد، هو فعلا هيستكمل ان شاء الله بانتهاء الانتخابات البرلمانيه في 2020 اللي هو مجلس النواب، يعني ده تطبيق لاستكمال لكلام سياده اللواء يعني مش سؤال يعني. فبناء عليه ان شاء الله العرس ده يكتمل بمجلس النواب باذن الله في اعتقد في شهر 11 كده. فبناء عليه يكتمل هذا العرس وتكتمل مؤسسات الدوله بالكامل يعني، وان شاء الله برضو ندعو نثمن على كلام حضرتك بدعوه المصريين بالنزول ان شاء الله في مجلس النواب والادلاء بصوتهم بحريه وشفافيه ولاستكمال مؤسسات الدوله الدستوريه زي ما بكملها السيد الرئيس باستكمال الدوله في البنيه التحتيه. ده يعني مش سؤال، ده تعقيب على كلام معاليك يعني. طيب. تمام. واحنا برضو حاليا لسه عندنا مجلس النواب موجود، يعني احنا بنتكلم عن احنا عندنا الانتخابات هي خاصه بمجلس الشيوخ. مظبوط. اما مجلس النواب هو حاليا موجود وقائم. مظبوط يعني. مظبوط. فاحنا الحمد لله كل المؤسسات الدوله كامله، كل الاستحقاقات الحمد لله ان شاء الله بكره تكمل كمان ان شاء الله استحقاقات مجلس الشيوخ. فان شاء الله طبقا للدستور كل المواد اللي تمت في الدستور ان شاء الله هتتفاعل، وان شاء الله احنا اصلا برضه دوله قويه ودوله مظبوط، يعني احنا كل الاستحقاقات الحمد لله تمت بنجاح. مظبوط. اشكر معالي اللواء محافظ اسوان اللواء اشرف عطيه، شكرا جزيلا معالي اللواء. قبل بس يعني لمحة بسيطة وعجلة بسيطة قبل ما اطلع فاصل للحلقة، تعريف بس، يعني احنا بنتكلم عن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، كثير من المصريين لا يعرف من هو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، في عجلة سريعة عشان نطلع فاصل. الاتحاد المصري للمصريين في الخارج طبعا أسس بالقرار الجمهوري سنة 1985، وده اتحاد موجود في معظم عواصم العالم وله دور جدا مهم جدا وحساس بالنسبه للمصريين في الخارج، ومعظم يعني ليه امين عام في الاردن الاستاذ عادل جابر، امين عام في الكويت الاستاذ علاء سليم، امين عام في لندن الاستاذ امير رفعت خليل، وهكذا يعني وهولندا. فهؤلاء الامناء لهم دور حي وفعال بالنسبه للتفاعل مع المصريين. وعلى سبيل المثال الدور الحيوي اللي لعبوه يوم 11 يوم الاحد والاثنين الماضي على اساس ان لعبوا دور رهيب في متابعه العمليه سير العمليه الانتخابيه وتيسير الامر وشرح وورش عمل لشرح الادلاء كيف يدلي المقيم المصري بصوته. ناهيك عن الدور الحي والهام جدا للاتحاد العام للمصريين في الخارج، وهو تفاعل مع المصريين من حيث حل مشاكلهم والندوات الثقافيه اللي بيقوم بها الاتحاد. والاتحاد عنده اهداف كثيره جدا عاوز ينوي وينتوي ان هو ينفذها في المستقبل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع تاني. دينا عودة مرة أخرى لاستكمال باقي حلقات الحلقة. أرحب مرة أخرى بضيفي معالي المستشار محمد عبد النبي عمارة، المستشار القانوني بالخارج وعضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج. قبل ما أخش في الفاصل بتاع الحلقة أسأل حضرتك حاجة. احنا اتكلمنا طبعا قبل الفاصل عن كيفيه ونشاه وتطور الاتحاد العام للمصريين بالخارج، لكن انا عايز اهم النقاط اللي انت تحدثت فيها، اللي انت كتبت العديد من المقالات، جريده السفير، جريده الانباء الوطنيه، الانباء الدوليه، اهم النقاط اللي اتكلمت فيها عن النائب البرلماني والمصريين في الخارج. هو طبعا انا كتبت نقاط عديده يعني في هذا الامر، يعني ومن ضمنها إن
النائب البرلماني الجديد في بالنسبه للتعديلات الدستوريه ملفه الحيوي لابد ان يكون فاهم طبيعه الملف، ان هو مش ممثل، ما يكون ممثل النائب عن ظهير معين او دائره معينه او شارع قطيع معين من الفصيل معين وظهير معين. لا، ده هو يكون ممثل لجموع المصريين في الخارج، فبالتالي يكون على اتم الاستعداد وعلى ثقافه التعامل مع هذا الملف بما يحتويه من وزارات متشابكه يستطيع التعامل فيها مع المصريين ومع وزاره الخارجيه ووزاره التعاون الدولي ووزاره الاستثمار ووزاره الداخليه، في نفس الوقت التعامل مع الجهات الخارجيه للدول التي يعمل بها المقيم المصري المقيم بها. ده من اساسيات اولى اولويات الملف المصري، ملف المصريين في الخارج. لابد النائب نفسه يكون على ويكون عنده القابليه وسعه الصدر والفهم والوعي ان هو يستطيع ان يتعامل مع هذا العدد الغفير من ملف والمتنوع من الملفات والمتنوع من القضايا والمتنوع من المشاكل الشائكه والمتنوعه والمتشابكه. فده اهم النقاط الجوهريه في الملف ذاته. يعني النقطه الثانيه ان هو يكون على وعي تماما ان ده من ملفات المهمه بالنسبه للدوله، فهو بالعمل على تنفيذ هذا الملف بهذا الوعي وبهذه الكيفيه، فهو بيشيل عن كاهل الدوله عبء ثقيل جدا فيما يتعلق بما يزيد على 12 مليون مصري يعملون بالخارج. دي برضو نقطه لابد تكون في ذهنه، ناهيك عن ان هو يقوم بورش عمل متنوعه في دول مش لوحده طبعا، اكيد يكون معاه فريق عمل من زملاء الاعضاء الاخرين السبعه الاخرين من الاعضاء اللي هم 8، وبرضه التعاون مع وزاره الخارجيه والتعاون مع المستشار العمالي والتعاون مع الامير الاتحاد في الدوله في الدول التي يعمل فيها ورش تثقيف. ورش تثقيف لمين؟ للمصريين، تنويعهم، القوانين الجديده ايه؟ قوانين الاستثمار ايه؟ الفرص المتنوعه ايه؟ فرص الاستثمار ايفن فور انفستورز اللي هو الاجانب المستثمرين الاجانب. فكل دي اوامر متعلقه بالملف وورش العمل طبعا في الداخل والخارج. فهو وهو يكون على ثقافات متنوعه ومتعدده بيزيد فن التعامل مع البيئات الاخرى والدول الاخرى على وعي بثقافتهم ولغاتهم وحاجات زي كده. فبناء عليه هذا الملف ملف حيوي، فالنائب لابد ان يكون على وعي تام بهذا الملف. الشهادات بتاعت معاليك على الهواء. طيب قبل ما اخش بس في تكريم، لان احنا طبعا يعني حفل تكريم بسيط كده عامله بعض شهادات تقدير طبعا لبعض الشخصيات طبعا الهامه، من ضمنهم طبعا المستشار محمد عبد النبي عماره، اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب كافضل برلماني في سوهاج، الاستاذ مالك بداري مدير العلاقات الخارجيه للبرنامج، الدكتور احمد عبد الستار ثابت المستشار القانوني للبرنامج، الاستاذ نصر الشاهد مدير الانتاج بقناه الصحه والجمال، الاستاذ محمد المالكي مدير التسويق والعلاقات العامه. قبل ما اخش في التكريم يعني لمحه بسيطه بس، كيف يساند الاتحاد العام للمصريين في الخارج القياده السياسيه في مصر الممثله في السيد الرئيس ووزاره الخارجيه والقوى العامله والهجره في مصر؟ سؤال رائع. الاتحاد المصريين الاتحاد العام للمصريين في الخارج جزء لا يتجزا من هذا المجتمع ومن نسيجه، وبالتالي دوره حيوي جدا في ربط النسيج الخارجي بالنسيج الداخلي، هذا من ناحيه. بالنسبه للقياده السياسيه وبالنسبه للدوله، فهذا الجهاز الاتحاد يعمل دائما وابدا لصالح الدوله، وهو اعضاء والامناء في جميع العواصم التي يعملون بها فعلا بيعملون ورش عمل، بيعملون بينوهون عن التعديلات الدستوريه، بيقابلوا المصريين، بيعملوا ندوات تثقيف. فده جزء كبير جدا من ثقافه الدوله، ان هو المصري يكون على وعي بما يحدث داخل دولته. فده اكبر دليل على ان الاتحاد يعمل خلف الدوله المصريه ولصالح الدوله المصريه وتحت قياده وتحت لواء وقياده القياده السياسيه بالنسبه لعمل الاتحاد يعني. فالاثنين مربوطين ببعض، لان الشاب المصري اللي بيعمل في الخارج لو ما لقاش التوعيه الدائمه والمستمره له، ولو ما لقاش حد يقف جنبه في لو حدوث مشاكل له، فممكن من يضيع شغله وينحرف وتغلو الطيارات الارهابيه. فالدوله بتولي هذا الملف اهتمام كبير جدا، والاتحاد بيعمل على كده على ذلك يعني. طيب اقطع اسف حديث مع المستشار بس حتى لا يفوتنا الخبر، اود يعني ان انا اذكر التهنئه دي. اسره برنامج الراي الاخر تتقدم بتهنئه طبعا الاستاذ مالك احمد بداري
مدير عام العلاقات الخارجيه ببرنامج الراي الاخر في خطوبه ابن شقيقه عبد الحكيم احمد بداري الانسه نوره عبد الحكيم على الاستاذ عاصم الصادق ابو كويحه. طبعا انا عايز بس اسمي اسره برنامج الراي الاخر. اسره برنامج الراي الاخر طبعا يتقدمهم طبعا الغائب الحاضر الدكتور احمد عبد الستار ثابت مستشار القانونيه للبرنامج، الاستاذ مالك بداري مدير العلاقات الخارجيه للبرنامج، الاستاذه والصحفيه نهى شكري رئيس تحرير البرنامج، الاستاذه نورهان نادر علي مدير التسويق والدعايه بالبرنامج، يتقدمون طبعا بمنح تلك الشهادات. اول شهاده شهاده شكر وتقدير طبعا من اسره برنامج الراي الاخر مستشار محمد عبد النبي عماره عضو الاتحاد العام المصريين في الخارج، وذلك تقديرا لجهوده في خدمه ورعايه المصريين المقيمين في الخارج. تفضل مع المستشار. شكرا. شهاده اخرى تمنح طبعا للسيد اللواء ممدوح السيد مقلد عضو مجلس النواب بسوهاج وكيل لجنه الدفاع والامن القومي مجلس النواب افضل برلماني في سوهاج في تلبيه كافه خدمات ابناء سوهاج. طبعا يتسلمها الاستاذ مالك بداري نيابه عنه. طبعا شهاده تمنح طبعا الاستاذ حمدون ال حمد رئيس مجلس اداره جمعيه مناطق ال البيت للخدمات والرعايه، وذلك تقديرا لجهوده في تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين. طبعا طيب شهاده طبعا تمنح طبعا الاستاذ محمد المالكي مدير التسويق والعلاقات العامه للبرنامج، وذلك تقديرا لجهوده في المساهمه بالالتقاء بالقناه والبرامج. شهاده طبعا تمنح الاستاذ ناصر احمد الشاهد مدير الانتاج بقناه الصحه والجمال، وذلك تقديرا لجهوده في المساهمه بالالتقاء بالقناه والبرامج. شهادة طبعا تمنح للسيد الدكتور أحمد عبد الستار ثابت باحث دكتوراه في القانون والمستشار القانوني لبرنامج الرأي الآخر، وذلك تقديرا لجهوده في المساهمة لحل كافة قضايا البرنامج. يتسلمها نيابة عنه الأستاذ مالك بداري. شهادة أيضا تمنح للأستاذ مالك أحمد بداري مدير العلاقات الخارجية لبرنامج الرأي الآخر، وذلك تقديرا لجهوده في المساهمة بالارتقاء بالبرنامج في مصر والوطن العربي. في نهاية الحلقة أحب أن أشكر ضيفي الكريم والجليل سفير بمعنى الكلمة أحد الطيور المهاجرة كما قلت بادئ ذي بدء في الحلقة، المستشار القانوني بالخارج عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، خير من يمثل المصريين المقيمين في الخارج وكيفية حمل ملف المصريين المقيمين في الخارج في مجلس النواب. شكرا وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامج الرأي الآخر. سلام الله عليكم.